قنديل. امال ايه؟ ايوه امال ايه؟ وساعتها بلدنا هتبقى مشهورة ويقولوا بصوا البلد اللي طلع فيها الجن، 100 كنافة طلع فيها ايه يا اولاد؟ طلع فيها الجن، ايه؟ وهنعمل ايه في الجن يا اولاد؟ والناس يجوا لنا خلاص؟ يبقى احنا بقى اما يجي التلفزيون هنعمل ايه لما يجي التلفزيون؟ وبعد كده انت عايز مين من الاعلاميين يجي يعني؟ يعني لما يجي التلفزيون ان شاء الله هنبقى بلدنا مشهوره، ويجي لنا كمان الاستاذ وائل الابراشي، يا يجي لنا كده هو بسلطانيه الزبادي اللي على دماغه، يا ويجي يستضيفني. ايه طب انا هعمل نفسي الاستاذ وائل الابراشو؟ ايه ما ابراشو؟ ايه ما مش ابراشان؟ ايه وانتوا بقى الناس اللي لبسكوا الجين؟ احنا الملبوسين. انتوا الملبوسين. ماشي. ايه هعمل نفسي انا هعمل لكم بروفل. ماشي بروفل على لما يجي الاستاذ وائل. ماشي. ماشي. يلا نتلبس. يلا نتلبس يا جماعه بسرعه. يا روما. ياسين احنا دلوقتي في قرية فقير اسمها ميكوناف، وريتها كنافة بالمكسرات، لا دي كنافة أرداح. احنا في ميت كنافة بنقابل الناس اللي في ميت كنافة اللي دخل عليهم الجن ولبسهم وجننهم. مش عايز المشاهدين يخافوا، اوعوا تخافوا لان الناس كلها بتترعب من الحاجات دي، وبيبلوا السراير بالليل وبرا قبل الصغيرين، وبنقابل ستات القارية. ازيكم يا ستات؟ ازيك يا استاذ وائل؟ انت الجن عمل فيك ايه؟ عمل فيا ايه؟ ديه نفخني. يعني ديه مش حجمك الطبيعي؟ لا دي قلبني بستان ورد زي ما انت شايف. ده مش جن، ده جناين. وبنقابل واحد تاني من اهل القارية. تعالى يا واحد تاني من اهل القارية. انا تعبان قوي يا استاذ وائل. ايه ما الجن عمل فيك ايه؟ الجن ركبني وقال لي اطلع بينا على اسكندرية. يا ده مشوار طويل قوي. وما وقفكش في طنطا جابلك مشبي؟ وقفنا في اون زران جاب سجاير. يا ما هو جن. يا ومع اطول واحد في القرية اللي بنبصله فوق. ايه الجن عمل معاك ايه؟ حضرتك مش عارف انا جرالي ايه؟ انا جرالي ايه؟ جرالي اني جرالي ايه؟ ايوه جرالك ايه؟ انا كنت قاعد على القهوه عادي، وفجاه جه الجن قاعد جنبي قال لي انا عاوز شاي. قلت له اتفضل. شرب شاي وقهوه ونسكافيه وحاجه ساقعه ومشي من غير ما يحاسب. هو صحيح ما لبسنيش بس لبسني في الحساب. يعني الجن ايه عمل فيك ايه؟ جن بريء ما عملش حاجه، ما لبسنيش. جن بريء. بريء ايه؟ انت جاي تبوظ البرنامج، انت لازم تقعد تقول حاجات كتير ويعمل كيدي. لا انت جاي تبوظ البرنامج. لا الجن بريء يا استاذ وائل. بس بلا بريء بلا بتاع، انت جديد ما انتش فاهم. انت جديد لسه داخل علينا الموسم دي. بص الخبره. شكله قديم. ايه؟ مساء الخير. يا واضح ان الجن ما اثر فيك. ايه اللي حاصل؟ اختي نفسي في جن يلبسني، مش لاقي جن مقاسي. لفيت الدنيا كلها قالوا لي مقاسك محير، لا هو عيال صغيره ولا هو ناس كبيره. يعني انت مش لاقي جن مقاسك؟ ايوه. دورت في جنينه مول؟ لا ما روحتش. اروح بروح اشوف. ايوه بس ما ينفعش تقول ما فيش جن اللي ملبسني، لازم تقول الجن لبسني. لازم اقول. لازم. انا وانا قاعد قال الجن لبسني.
واني اعجن الجن البسني. ايه ماشي، بس قولها كده وانت ايه متجنن يعني. جن البسني. ايوه ايوه. وتعصر. وتعصر ازاي؟ تعصر. ايوه يا صاحبي، لغايه اما تدوخ وتوقع. يلا يلا. هو الجن ده بيعمل ازاي عشان ابقى عارف؟ لا ده مش جن، ده تنين يا عمدي. يبقى اقول التنين لبسك خلاص؟ ما لبسني الجن. يا نار نار في كوعي يا عمدي، نار في ظهري يا عمدي، نار 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 في ظهري. هرش لي يا عمدي. نار هرش لك ايه؟ ما انا هتليس عيالك. نار خلاص خلاص صح كده؟ الله ينور عليك. افضل اقول نار 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 لحد ما ابقى حكيم. ايه والله ينور. تمام تمام الحمد لله الحمد لله. ايه ومع حد غاب؟ مش فاهمين الجن عمل فيك ايه. انا اتفلقت يا عمده. انا بقالي 5 سنين الجن لابسني يا عمده، بشوف مراتي كلب بلدي ومع ذلك مش لاقي حد يعالجني. ما لقيتش غير الكلب الدجال بتاع القريه اللي اسمه سالم. الواد سالم كل يوم يضحك عليا ويقلبني وما يطلعش الجن مني. بس الواد سالم يعني معروف عنه ان هو بيطلع الجن من الناس. ولا بيعرف يعمل. يا واد يا سالم. ايوه في ايه؟ في ايه يا جدعان؟ وهو ايه ده تصوير؟ ايوه ازيك يا سالم؟ انا جاهز. انت جاهز عشان تطلع الجن من الابقال؟ اه طبعا انا بعرف اعمل اي حاجه في اي حته. وطبعا انت الفتره اللي فاتت ما طلعتش الجن لان انا كنت مستني التلفزيون يجي. صح طبعا. ما ينفعش تطلعوا الجن من غير ما يجي التلفزيون. لازم يجي التلفزيون عشان نتشهر. امال هنعمل ايه؟ طيب عندك الراجل دي تعرف تطلع منه جن؟ طبعا ده اسهل حاجه بعملها في اي حته. ايوه يعني طلعت قبل كده جن من حد؟ اه طبعا كتير. يعني انت بتفضل. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. وقف يا ابني كده. هتطلعه المره دي؟ ما تقلقش. طب يلا. ايه ده احنا لسه عملنا حاجه؟ لسه لسه يا عم. طيب يلا وقف. بقول لك ايه؟ ايه قبل ما تطلعه ايه قول له يسيب كل حاجه مكانها واياك يخرج من حته تضايقني. ما تقلقش وقف. يلا ارجع يا جن الاصلك، ارجع زي ما حنا ماضي وعلى الحجار رجعوا بيغنوا. ارجع. عايز اطلع مش عارف. النهار اسود ده في جن بجد. ايه الصوت دي؟ ده في جن. ده صوت جن؟ ايوه. يا نهار اسود. ايوه. انت بتعرف تطلع الجن؟ انا بخاف اصلا. امال مين اللي الحياه تطلع الجن هتوديني في داهيه؟ استنى استنى الكاميرات شغاله. ايوه اطلع يا جن اطلع. هو ده الجن؟ ايه القرف ده؟ عمال تقول لي اطلع اطلع مش عارف. اطلع طويل واسود جوه الدنيا ضلمه مش شايف. هو ده الجن؟ هو ده. والاول مره وسقف صحفي وسقف صحفي وسقف صحفي. صحافه جامدي ايه؟ ان احنا لاول مره هنقابل الجن وشا لوش. انا مش عارف الناس ليه مش مصدقه ان في جن. انا جن والله والله العظيم لو سمعت حاجه فيها لفظ الله اقسم بالله بولع مكاني. والله العظيم اولع في لحظتها على طول. اول ما اسمع الله اولع. طب ما انت بتقول والله. لا انا بقولها لو اسمعها اولع على طول. طب اقول له كده والله. والله لا لازم اللي يقولها بني ادم مش جن زي. والله ايوه المفروض اولع بقى. طب ما انت ما ولعت. لا ما انا جن مش ملتزم قوي بالتعليمات. والله يعني اسيب القعده الحلوه دي واولع. يعني انت جن؟ اه ايه سعاده اهبل. يلا هتفضحنا. هديك 20 جنيه زياده بس اولع. 20 جنيه اعمل بيها ايه بعد ما اولع؟ ايه يا عمده انت هتولعوا فيا بجد؟ لا 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 انتوا فشلي كده. ما حدش هيصدقني. ايه وانتوا ممثلين فاشلين؟ ما حدش هيصدقني. تولعوا فيه. احنا عايزين فكره تانية غير فكره الجن دي. كده الحكومه مش هتهتم بيني. احنا ننظم كاس العالم. انت يا ما تنطقش يا هلا. انت كل افكارك هبلي. ما تنطقش خالص. ايه وعايزين فكره تانية؟ احنا ممكن نقول ان المجاري طفحت في بلدنا. واحنا عندنا مجاري من الاصل. ده احنا عايزين نعمل كده عشان الحكومه تهتم بينا وتيجي تدخل لنا المجاري. انا عايز فكري تهز البلد. انا عندي
عندي فكرة تهز البلد. ايه يا حاج؟ شيخ البلد. ايوه. يلا. يلا. تهز البلد مش تهد البلد يا حاج. اهدي. عايز فكرة يا جماعة. عايز فكري. يا